حبي للكورفيت وخاصة الستينغري ما انولد توه، منذ الطفولة. فكنت لما كنت صغير جمعت فلوس العيد شريت لي كورفيت صغير، كان الحين اتذكر كان برتقالي مو لاسلكي، كان بواير، وكنت استعمل هذا او يعني قاعد مستانس فيه بالكورفيت ستينغري، وكان موديل 71 وكنت الحقه بالواير. فكان في ذاك الوقت اقول هل في يوم من الايام راح اشتري السياره؟ مثل ما قلت لكم حبي للشيفي وبالتحديد للكورفيت خلاني اصنع مجسم جراج كورفيت. تشوفون الجراج اللي هني كله ريسايكلينج، ما عدا طبعا السياره الكورفيت، بعض الكؤوس او كذا اللي حصلت عليهم في بعض من المعارض، يعني انظف سياره، احلى سياره، يعني من هالامور هذه. وانا صغير كنت العب دائما بلاي ستيشن، فكنت دائما اختار السياره هذه. انا عرفتها يعني من كان يميزها اللي هي الليتات الخلفيه تكون بشكل دوائر، فوايد سريع السياره. ولين كبرت وتباحثت عنها السياره يعني وايد قويه، طبعا تتميز بخفه البادي، يعني البادي من فيبر، فالسياره وايد سريعه. انا امتلك طبعا السي 6 اللي هو الكورفيت الجيل السادس موديل 2008، طبعا انا ما جبتها اليوم بس دائما بالقلب موجوده، كان لابس التيشيرت انا موجوده لونها اصفر، فوايد وايد حبيت يعني طبعا تاريخ الكورفيت وايد حلو. بديت ابحث عن كتاب يكون باللغه العربيه للكورفيت، بحثت ويعني تعبت وانا ابحث، وبالنهايه لقيت ان ما لها ولا كتاب باللغه العربيه. فبدت هني من هني بدت معي فكره الكتاب، ان لازم يتواجد كتاب، لان هذه سياره تاريخيه عمرها كبير، سياره جميله، سياره لها شعبيه كبيره في الوطن العربي. كنت احط المصادر الكتب الامريكيه وابتدي طراز طراز، من أول ما ابتدت من 53 إلين انتهيت في 2017. الخطوة الثانية رحت لشركة الغانم وقلت لهم أنا لي نية أسوي كتاب، المادة عندي الكتابية أقدر أوفر صور، أنتوا شنو تقدرون تسوون لي؟ فما قصروا وقالوا لي أنت يعني اشتغل بالكتاب واستمر، إحنا ندعمك، شنو تبي احنا معاك. طلبت منهم صور، ما قصروا، جابوا لي يعني لينك من جي ام الام، اخذت الصور وركبتها على المواضيع، بعدين رحت مطبعه وبدينا نشتغل. اخذ الوقت يعني الكتاب فتره 3 شهور، كنت اروح المطبعه كل يوم 3 إلى 4 ساعات اشتغل في المطبعه، الين الحمد لله طلع الكتاب بصورته هذه.